مساء الخير عليك. مساء النور، ده حضرتك عامل ايه؟ هل العمل الفني اللي بيجمع ما بين حمو بيكا وعمر كمال تم الغائه بعد المشاكل اللي حصلت ما بينهم في ال 24 ساعه اللي فاتوا؟ بص انا هكلمك بخصوص نقطه معينه، وخصوص هو المسلسل فقط، لان هو انا ما اعرفش هل في عمل تاني غير المسلسل، فيلم او غيره، دي ما عنديش علم بيها صراحه. بس انا اتكلم بناء على المسلسل اللي هو اوريدي اصلا يعني شغالين فيه، ومعانا في بيكا اللي هو مسلسل مخيب ترند. فالنقطه بقى ان عمر كمال معانا ولا لا، دي بصراحه بنرجع فيها الانتاج، ان انا كنت او انا والمنتج كنا مرشحين عمر كمال، وهو كان المفروض لما هنرجع نستكمل باقي التصوير هل هيبقى معانا ولا لا. فدي بصراحه يعني بترجع للانتاج يعني. بس يعني حتى الان العمل لسه مكمل، ولسه شركه الانتاج هتحدد الموقع. بس احنا بدأنا بناء على المسلسل اللي هو اصلا بتاع بيكا، باسم بيكا اللي هو ملخيب ترند، اللي هو المعروف يعني على السوشيال ميديا وعلى الساحه، ملخيب ترند بطوله حمو بيكا وبطوله العربي كركور. وده مكمل ولا لا؟ ده شغالين فيه ان شاء الله، وتقريبا خلصنا جزء كبير جدا من المسلسل، وبقى لنا تقريبا حوالي 3 او 4 ايام. بس حمو يعني. حمو بيقول لا، ده انا خلاص بلغت ان انا مش هكمل المسلسل. لا، هو بيتكلم ممكن على حاجه ثانيه يعني، غالبا انا سمعت ان كان في فيلم او حاجه، بس انا يعني ما عنديش اي معلومه مؤكده بالنسبه للموضوع ده. لكن في الاخر هو احنا المسلسل بتاع بيكا، فلو حد مش هيكمل فهو عمر، مش هيبقى بيكا يعني. لكن هو المسلسل بتاع بيكا. قصته ايه المسلسل استاذ بلال؟ هو ده يعني بيتكلم، طبعا كان مطروح على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت طبعا، ان بيكا بيعمل مسلسل على اليوتيوب، ده ببطوله العربي كركور وحمو بيكا، واوريدي صورنا مشاهد كتيره، ومعانا حوده بندق، ومعانا ابو ليلى، ومعانا كتير من نجوم المهرجانات. بيتكلم عن صابر ومهند اللي هم شباب يعني بيجوا من منطقه الارياف، وبيستقروا في المدينه، وبيحصل معاهم بقى طبعا بلوفات ومواقف كوميديه كتيره، ان هم بيحاولوا يشتغلوا معانا. اوريدي الفنان طبعا حسن عبد الفتاح، والفنان فتحي سعد، ومجموعه من النجوم يعني. بشكرك جدا استاذ بلال، واتمنى يعني العمل يخرج للنور، نشوف قصه مهرجانات وقصه يعني الشباب اللي في العمل الفني الكامل. لكن حتى الان وفق كلامك لينا انه العمل مكمل، ما فيهوش اي تراجع. استاذ بلال، طيب بشكرك جدا جدا استاذ بلال. اتمنى الزملاء في الاعداد لو نعرف نتواصل مع عمر كمال نجيبه معانا على التليفون، نسمع صوته برضو معانا، ضروري مهم، هيبقى جيد جدا جدا جدا. انا بحاول في البرنامج ان انا اجيب قصص من كل محافظات مصر، لانه